المتحدث العسكري يكشف سر سقوط طائرة مقاتلة مصرية، والصحة بتحذر المصريين من فيروس كورونا، وافتح زير لأولياء الأمور مدرسة قررت تفصل كل طلاب ثالثة ثانوي، وانخفاض مفاجئ في أسعار الذهب. كل الأخبار دي وأكثر هتلاقوها في القاهرة الآن، فأهلا بكم. طائرة مقاتلة مصرية اتعرضت النهاردة لحادث مروع، وده بعد سقوطها في واحدة من مناطق التدريب. المتحدث العسكري العقيد غريب عبد الحافظ قال إن الحادث وقع أثناء تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية نتيجة عطل فني، وأكد في بيان على صفحته الرسمية فيسبوك نجاة طاقم الطائرة بدون أي أضرار في منطقة سقوط الطائرة. في قرار مفاجئ، مدرسة الشهيد يوسف عبد العالي الثانوية المشتركة بمحافظة الغربية قررت فصل جميع طلاب الصف الثالث الثانوي. مديرية التربية والتعليم بالغربية كشفت ملابسات الإجراء الصادم لأولياء الأمور، وقالت إنها بتحقق في تفاصيل الواقعة، وإنه سبب الفصل هو تسجيل الغياب إلكترونياً، وقالت إن ده تصرف طبيعي من المدرسة في حالة غياب الطلاب لفترة طويلة. الإجراء اللي خدته المدرسة قانوني جداً في ظل حرص وزارة التربية والتعليم على ربط الطلاب بالمدرسة عشان تسترجع مكانتها. الوزارة السنة دي استخدمت عدة علشان تخلي الطلاب حريصين على الحضور في المدرسة، ومنها تخصيص 5 درجات من أعمال السنة لحضور الطلاب صفوف النقل. كمان الوزارة فرضت تسجيل الغياب إلكترونية لكافة المراحل التعليمية، خاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، مع إخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم وصلتهم لليوم الدراسي. المدارس في حالة غياب الطالب بتوجه له إنذار بعد أول 5 أيام من الغياب المتصل، وإنذار تاني بعد 10 أيام، والأخير بعد 12 يوم، وبتفصل الطالب بعد 15 يوم من الغياب المتصل. أما في حالة غياب الطالب المنفصل فبيكون الإنذار الأول بعد 7 أيام، والتاني بعد 14 يوم، والتالت بعد 21 يوم، والفصل بيكون بعد 30 يوم. وزارة الصحة حذرت من زيادة الإصابات بفيروس كورونا من جديد إذا المواطنين ما أخدوش احتياطاتهم ضد الفيروس عشان يقللوا من فرص العدوى. الوزارة حددت 6 إجراءات بسيطة للوقاية من الوباء، وهي تلقي لقاح فيروس كورونا والحفاظ على مسافات آمنة بينك وبين الآخرين، والالتزام بتغطية الفم أثناء العطس والسعال، والحرص على التهوية الجيدة للمنازل وأماكن العمل، وتنظيف اليد باستمرار. الصحة قالت إن الأعراض الشائعة لفيروس كورونا هي الحمى والسعال والإرهاق وفقدان حاسة التذوق أو الشم. أما الأعراض الأقل شيوعا فهي التهاب الحلق والصداع والإسهال والطفح الجلدي وتغير لون أصابع اليدين أو القدمين واحمرار العينين وصعوبة أو ضيق التنفس وفقدان القدرة على الكلام أو الحركة أو التشوش وألم الصدر. بعد ارتفاع خرافي في أسعار الذهب الفترة اللي فاتت سجل النهاردة انخفاض طفيف يتراوح ما بين 4 ل6 جنيهات للعيارات المختلفة. وصل عيار 24 لحوالي 1651 جنيه، وعيار 21 1445 جنيه، أما عيار 18 1238 جنيه، والجنيه الذهب 11560 جنيه. نائب وزير التموين إبراهيم عشماوي طمن المصريين على مخزون السلع الاستراتيجية في البلاد، وقال إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لاستهلاك أكتر من 5 شهور، والسكر والأرز تكفي 4 شهور، والزيوت النباتية تكفي 5 شهور. جريمة بشعة ارتكبها 9 أشخاص في منطقة المعصرة بالقاهرة بعد ما احتجزوا شخص وعذبوه بقسوة لحد ما فارق الحياة، وبعدها رموا جثته من الطابق الثامن. المتهمين بعد ما اتقبض عليهم قالوا انهم ارتكبوا الجريمة دي عشان كانوا بيشكوا المجني عليه انه سرق توك توك ملك واحد منهم، وكانوا بيحاولوا يخلوه يعترف بالجريمة. رئيس نادي سموحة الجديد المهندس فرج عامر بعد نجاحه بيومين بس رد على الأخبار المتداولة بأن فريقه مهتم بضم نجم الأهلي محمود كهربا، وقال أنا بحب اللعب الحر وكهربا محتاج فلوس كتير. فرج عامر قال كمان كهربا يروح الدوري السعودي أو الدوري الإماراتي وده أفضل له، لكن سموحة برضو أبدى اهتمامه باستعارة 3 لاعبين من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية، وهم محمد محمود وزياد طارق وحسام حسن. ودي كانت أخبارنا النهاردة، استنونا في تغطية جديدة من القاهرة الآن.